السلام عليكم طلاب، اليوم حنبلش محاضرتنا اللي هي عنوانها Cell Membrane اللي هو غشاء الخلية أو نسميه Plasma Membrane. The Cell Membrane غشاء الخلية، أو ممكن أطلق عليه مصطلح ثاني اسمه Plasma Membrane، الغشاء البلازمي. هو شنو يعني غشاء الخلية أو الغشاء البلازمي؟ بما انه احنا بدنا نحكي عن السيال ممبرين، فلازم احنا نفهم الفكره على انه هذا الغشاء هو دا يحيط بمحتويات الخليه. فلهذا اذا اريد اعرف السيال ممبرين وانطي فد تعريف مختصر يفهمني شنو يعني غشاء الخليه، اقول عليه هو the outer boundary of the cell، يعني هو الغشاء اللي حيحد المحيط الخارجي للخليه. The outer boundary of the cell يطلق عليه مصطلح cell membrane or plasma membrane. حنطلق عليه مصطلح غشاء الخلية أو الغشاء البلازمي. زين، هذا الغشاء اللي هو حاط لي بالخلية واعتبر هو الحدود الخارجية للخلية، شنو فائدته؟ هو ليش يحيط بالخلية؟ cell membrane إلى وظائف عامة general function. أول وظيفة إلى هو physical isolation، يعني شنو؟ يعني العزل الفيزيائي. كلمة عزل يعني أنا شيء يجي ببالي على أنه الخلية تعزل محتويات الخلية الداخلية عن المحيط الخارجي إليه، يعني باعتبار السيال ممبرين بمثابة سياج، هذا السياج دا يحيط المحتويات الخلية الداخلية. فأول وظيفة هو physical isolation، يعني separate the inside of the cell from the surrounding extracellular fluid، يعني حيفصل لمحتويات الخلية الداخلية من المحيط السوائل الخارجية المحيطة به. اثنين، بما أنه هو دا يحيط بالخلية، فالخلية الداخلية تحتاج إلى بعض المواد المفيدة إلها حتى تقدر تمارس العمليات كاملة. فإذا السيال ممبرين حتكون إلى وظيفة هو regulation of exchange، حينظم عملية التبادل، تبادل بين من وبين من؟ بين المحيط اللي حيحيط بالخلية وما يوجد داخل الخلية. فإذا regulation of exchange with the environment the cell membrane controls، حيسيطر على دخول الأيونز and النيوترينت. فإذا هو حينظم التبادل ما بين الخلية ومحيطها، فيسمح بدخول بعض المغذيات والأيونات المفيدة للخلية and elimination of waste، وحيطرح الفضلات and the release of secretion، وحيفرز الفضلات إلى الخارج. ثلاثة، السنسيتيفيتي. بما أنه السيال ممبرين هو دا يحيط بالخلية، فلازم من حيجي إيعاز للخلية وحتى الخلية تستجيب، فالسيال ممبرين إلى ميزة ووظيفة السنسيتيفيتي. يعني شنو؟ يعني the cell membrane is the first part of the cell، هو أول جزء بالخلية حيتأثر بأي عوامل تغيرية تحيط بها، حيتأثر بأي change ممكن يصير بمحيطها الخارجي. ليش؟ لأنه يحتوي على receptors، الريسبترات. بما أنه السيال ممبرين هو دا يحيط بالخلية، فإذن حينطيها دعم، structure support، دعم هيكلي. ليش؟ لأنه هذا السيال ممبرين حيرتبط ويا السيال ممبرين لخلية ثانية، هذا الترابط ممكن ينطيني give tissue stable structure، ممكن ينطيني نسيج مستقر. ليش؟ لأنه إحنا قلنا النسيج هو عبارة عن مجموعة خلايا مترابطة. شلون حيترابطون؟ حيصير اكو كونكشن بين السيال ممبرين الاول للخلية الاولى مع السيال ممبرين للخلية الثانية، فحينطيني استقرار كامل للنسيج. هاي وظائف السيال ممبرين. فممكن اقول لك عرف لي السيال ممبرين، تقول لي هو الاوتر باوندري اوف ذا سيال، او ممكن اقول لك عرف لي بلازما ممبرين، هو نفس التعريف. اقول لك منشن، عدد لي the general function of cell membrane، عدد لي الوظائف العامة لغشاء الخلية، تعدد لي ياهن أربعتهن. الصورة قدامي توضح لنا وظائف cell membrane.
لو تشوفون هو شلون يمثلها، مثل السيال ممبرين كأنما هو سياج دا يحيط الخلية. فإحنا قلنا من وظائفها هي أنه يعزل المحتوى الخلية الداخلي عن المحيط، فمثلها برقم واحد أنه أكو شي دا يحاول يخترق السيال ممبرين بس ما دا يقدر. ليش؟ لأنه السيال ممبرين هو عبارة عن boundaries of the cell، هو الحد الخارجي من الخلية اللي يمنع دخول أي شيء إلى داخل الخلية، فهاي وظيفة رقم واحد. وظيفة رقم اثنين اللي توضح لي أنه أكو مواد دا تدخل خلال فتحة معينة إلى داخل الخلية. ليش؟ لأنه إحنا قلنا من ضمن الوظائف أنه هي حتسيطر على regulation exchange، على التبادل اللي يصير ما بين محيط الخلية الخارجي وما بين داخلها. فمثلها برقم اثنين أنه أكو مواد مفيدة من أيونات من النيوترينت مغذيات دا تدخل إلى داخل الخلية. رقم ثلاثة اللي موضح بالصورة على أنه أكو واحد بداخل الخلية وواحد خارجها، وأكو مثل الاتصال بيناتهم. هذا يعني شنو؟ اللي إحنا من قلنا أنه الخلية حتتحسس لأي تغييرات، فهاي وضحها بصورة كأنما دا يطي سيجنال، إشارة من خارج الخلية دا تستقبلها داخل الخلية، فهي detect external signal، دا يتحرى عن الإشارات اللي تجي من الخارج. رقم أربعة اللي هو قاعد ومتمدد ومستريح. ليش؟ لأنه كل شيء داخل الخلية هو حيكون specific function، لإداء وظيفة معينة. فهاي الصورة هي توضح لي general function، الوظائف العامة للسيل ممبرين اللي حكينا عنها بالسلايد السابق. The cell membrane is extremely thin and delicate. غشاء الخلية هو غشاء رقيق جدا وحساس، سمكه يتراوح ما بين 6 نانومتر الى 10 نانومتر. زين، هو شنو تركيب غشاء الخلية؟ من شنو مكون؟ The membranes have a common basic structure. حيحتوي على تركيب او بنية مشتركة. شنو يعني على بنية مشتركة او تركيب مشترك؟ يعني مكون من lipid bilayer، طبقة دهون ثنائية containing حاوية على specialized protein او بروتينات متخصصة in association، حتكون مرتبطة ب surface carbohydrate بكربوهيدرات سطحية. فالسيال ممبرين شنو تركيبة؟ تركيبة مشتركة بطبقة دهن ثنائية، هاي طبقة الدهن الثنائية حتكون حاوية على بروتينات، والبروتينات حتكون تحتوي إياها على كربوهيدرات، سيرفيس كربوهيدرات اللي هي الكربوهيدرات السطحية. زين، each type of membrane lipid، كل جزيئة دهن موجودة بالغشاء مكونة من جزئين، جزء محب للماء أو إلى القابلية على الذوبان بالماء، وجزء كاره للماء. يعني شنو كاره؟ يعني ما إلى القابلية على الذوبان بالماء. فإيش type of membrane lipid molecules، كل جزيئة دهون بالغشاء هي حاوية على one hydrophilic، يعني جزء محب للماء اللي هي تكون بين قوسين soluble in water، وجزء ثاني يكون hydrophobic كاره للماء يعني insoluble water. لو نشوف الصورة الأولى اللي موجودة بشكل دوائر هي هذا الجزء اللي هي المحب للماء، والذيل اللي هي احنا نسميه التيل اللي هو الهيدروفوبيك تيل اللي هي بشكل الشعيرات الطالعة من الدوائر، هذا هو الجزء الكاره بالماء. زين، احنا هسه نريد نشوف التركيب مالتها. لو شوف الصورة اليمها، الدوائر الصفر هي هاي طبقة الدهون، فاحنا ايش قلنا؟ قلنا ليبيد بايلاير طبقتين، فحنشوف اكو دوائر صفر فوق ودوائر صفر جوا، يعني اكو طبقة دهنية بايلاير فوق وتحت. زين، هاي الدوائر الصفر هي حتكون محبة للماء. زين، الجزء الكاره للماء هو هاي الشعيرات الموجودة بالوسط ما بين الطبقة الفوق والجوة، هاي هي نسميها الهيدروفوبيك تيل، الجزء الكاره للماء. زين، احنا قلنا اكو طبقة ثنائية واكو بروتين واكو كربوهيدرات. الدوائر الصفر هاي طبقة الدهون او الليبيد مولكيول، جزيئات الدهون. باللون الوردي هذا البروتين، اللون الأزرق هذا هو السيرفيس كربوهيدرات. فمن انت تشوف الصورة اقول لك ها شنو هاي الصورة، تقول لي هذا
ستراكشر كمان ستراكشر ل كمان بيزك ستراكشر للسيال ممبرين او بلازما ممبرين، قلنا هي نفس التسميه. زين من خلال الصوره من شنو مكون تقول لي هاي الصفر هو عباره عن ليبيد باي لاير، ذني هاي الورديات هي بروتين. طبعا ما احكي انه بتجاوب لك بالوان بس حتى اوضح لك، هذا الازرق هو سيرفيس كاربوهيدرات، فصار تركيبه ليبيد باي لاير وذ سبيشلايزد بروتين اسوشيتد وذ ذا سيرفيس كاربوهيدرات. زين ايضا بنتركيبها عندنا جزء محب وجزء كاره، تقول لي هاي الدوائر الصفر اللي هي جزيئه الدهون هي هذا الجزء الهيدروفيليك اللي هو المحب للماء، بينما هاي الشعيرات الخضراء هي جزء الكاره للماء الهيدروفوبيك تيال. زين هو شنو فائده انه هذا جزء كاره للماء؟ ليش؟ احنا ايش قلنا من وظائف السيال ممبرين؟ انه لها ميزه الانتقائيه، يعني شنو؟ يعني انه يدخل المواد المفيده لها ويمنع دخول مواد اخرى. تختار الهيدروفوبيك تيال هذا الجزء او جزء الدهون الكاره للماء will not associated with the water، ما حيرتبط بالماء or charged molecules او اي جزيئه مشحونه. فبالتالي حتعطي ميزة للسيال ممبرين to act as a selective physical barrier، حتعطي فد خاصية أو ميزة لغشاء الخلية إنه يعتبر كحاجز selective physical barrier، كحاجز انتقائي يسمح لدخول مواد ويمنع دخول مواد أخرى. شلون يجيب الامتحان؟ ممكن أجيب لك الصورة اللي بيها الجزيئات الصفر مو الأولى الثانية وأقول لك what did you see، تقول لي هذا البلازما ممبرين. اقول لك من شنو مكون البلازما ممبرين، تقول لي هو مكون من ليبيد باي لاير وسبيشلايزد بروتين واسوشيتد وذ سيرفيس كاربوهيدرات. اذا اقول لك من جزيئه الدهون اكو هيدروفيليك واكو هيدروفوبيك، شنو فائده الهيدروفوبيك؟ او ممكن اقول لك ليش يعتبر السيل ممبرين هو سيلكتيف فيزيكال بارير، ليش اعتبره هو حاجز انتقائي يسمح بدخول مواد ويمنع دخول اخرى؟ تقول لي انه من ضمن تركيبها اكو جزء كاره للماء، هذا الجزء ما حيرتبط ويا الماء او اي charged molecules، فبالتالي حينطيني ميزة للسيال ممبرين انه حاجز انتقائي يسمح بدخول بعض ويمنع دخول الاخر. احنا من كنا نقول انه الممبرين دا يسمح بنفاذية بعض المواد وما يسمح لمواد اخرى، هذا الحكي نقدر نخليه تحت عنوان membrane transport، عملية النقل خلال غشاء الخلية. The permeability of the cell membrane، النفاذية اللي تصير خلال غشاء الخلية حتعتمد على أو تحددها determines which substance، يعني يا مادة can enter or leave the cytoplasm، يعني يا مادة تقدر تدخل أو تغادر. على هالأساس أخذنا ثلاث مصطلحات يطلق على غشاء الخلية. إذا كان غشاء الخلية ما يسمح انه تعبر خلال اي نوع من انواع المواد نسميه impermeable، يعني شنو impermeable؟ يعني غير نفاذ. يعني شنو غير نفاذ؟ if nothing can cross a membrane، يعني ماكو شيء يعبر خلال الغشاء او permeable نفاذ. شنو يعني نفاذ؟ يعني انه المادة تعبر الغشاء بدون اي difficult بدون اي صعوبة. ف if any substance can cross without difficulty بدون أي صعوبة. رقم ثلاثة اللي هو الاختياري، يعني يسمح بأنه تعبر مواد ويقيد حركة مواد ثانية، فيطلق عليها مصطلح هذا الغشاء السلكتيف. يعني شنو سلكتيف؟ يعني permitting the free passage of some material، يسمح بعبور بعض المواد and restricting ويقيد عبور مواد أخرى. هذين ثلاث مصطلحات يطلق على نفاذية غشاء الخلية، يعتمد على نوع المادة اللي حتدخل أو تطلع من خلال الغشاء. زين إحنا دا نقول مواد تدخل مواد تطلع، هاي دخولها وخروجها هيجي يعني بدون أي عمليات أو حيوية؟ دخول وخروج المواد إلها مصطلحات معينة تطلق على هاي الحركة. Movement across the membrane، الحركة اللي حتصير خلال غشاء الخلية حيكون عندنا نوعين، يا أما passive يا أما active. من نقول كلمة passive processes، passive processes حتشمل لي نوعين، يا أما diffusion انتشار يا أما filtration الترشيح.
هذا شنو؟ هذا الباسيف. زين الكارير، النواقل اللي حتصير خلال الاكتف والباسيف، يعني لازم تكون اكو هناك مادة ناقلة. بالاكتف بروسيسز حتكون عندنا نوعين من النواقل، بس النوعين هي عبارة عن فازيكولار ترانسبورت، هي عبارة عن نقل حويصلي. يعني شنو نقل حويصلي؟ يعني المواد حتتحرك داخل الخلية او خارجها عن طريق على شكل حويصلات. فصار عندي الموفمنت، الحركة اللي حتصير خلال الممبرين، عندي يا اما الباسيف يا اما الاكتيف. من اجي اقول لك الباسيف شنو يعني، تقول لي يعني ديفيوجن او فلتريشن. من اجي اقول لك شنو يعني الاكتيف، تقول لي الاكتيف يعني اكو فازيكولار ترانسبورت، يعني اكو نقل حويصلي. شنو يعني نقل حويصلي؟ يعني ماتيريال موف انتو اور اوت اوف ذا سيل ان فيزيكال، يعني حتتحرك المواد داخل او الى الخارج من الخليه على شكل حويصلات. فحنطلق عمليه النقل الحويصلي لترانسبورت، حناخذ بيه مصطلحين جدا مهمات، اللي هو الاندوسايتوسيس والاكزوسايتوسيس. كلمة اندوسايتوسيس اقصد بيها على انه المواد حتى تتعبى المواد خارج الخلية بحويصلات على سطح الخلية. الاندوسايتوسيس is the packaging of extracellular material in a vesicle at the cell surface for import into the cell. يعني حتتجمع او حتتعبى هاي المواد الموجودة خارج الخلية، تدخل وتعبر وتروح بشكل حويصلة، هاي الحويصلة حتنغلق وتدخل الى داخل الخلية. هاي العملية نسميها اندوسايتوسيس. اما الاكزوسايتوسيس الحويصلات تكون موجودة داخل الخلية، فش لح تسوي؟ حتتعبى بالمواد من داخل الخلية وتتجه نحو السيل ممبرين وتلتحم بيها، وبعدين تنفتح وتطرح بمحتوياتها الى الخارج. هاي العملية احنا حنسميها اكزوسايتوسيس. فالاكتيف بروسيسز حتتضمن فازيكولار ترانسبورت. فازيكولار ترانسبورت يعني عندي اثنين، يا اما نسميه اندوسايتوسيس واقصد بيها is the packaging of extracellular material، حتجمع المواد من المحيط الخارجي وتتجه للسيل بشكل الى تتجه نحو السيل ممبرين. السيل ممبرين حيشكل حويصله، حينبعج الى الداخل، حيشكل حويصله تتجمع بيها المواد وتنغلق وتدخل الى الداخل. بينما الاكزوسايتوسيس is the process reverse، حتكون عكس الاندوسايتوسيس. يعني شنو؟ يعني الفيزيكال كرييتد انسايد ذا سيل، يعني الحويصلة حتنشأ وتخلق داخل الخلية، حتلتحم فيوز وذ ذا سيل ممبرين اند ديسشارج اتس كونتين انتو اكسترا، حتطرح محتوياتها الى الخارج. هاي الميكانيزم مال الاكزوسايتوسيس حتسمح بطرح المنتجات اللي صارت manufactory by the cell، يعني تطرح المنتجات اللي ممكن تصنع الى داخل في داخل الخلية. هذا السلايد اللي قدامكم جدا مهم تفهمون به، مصطلحات مهمة حتكون اساسية بعدين وهواي امور تاخذوها. من نحكي عن البريمابلتي مال السيال ممبرين، حتعرفون شنو يعني نفاذ، شنو يعني غير نفاذ، شنو يعني اختياري. جدا مهم تعرفون الفرق ما بين الباسيف بروسيسز والاكتيف بروسيسز. الباسيف يعني ديفيوجن وفلتريشن، لكن الاكتيف معناها نقل حويصلي. النقل الحويصلي حيتم بعمليتين، عمليه الاندوسايتوسيس وعمليه الاكزوسايتوسيس. الاندوسايتوسيس بمفهومها بالعربي يعني المواد موجودة خارج الخلية تتجه باتجاه السيال ممبرين، السيال ممبرين حينبعج إلى الداخل، تتجمع به المواد ويلتحم الغشاء ويصير حويصلة ويدخل داخل الخلية. لكن الإكزوسايتوسيس عكسها، الحويصلة موجودة داخل الخلية حتملي بالمواد، تتجه باتجاه السيال ممبرين، تلتحم ويا السيال ممبرين وتنفتح وتطرح إلى الخارج. عملية الإكزوسايتوسيس ممكن تساعدني إنه أني أنقل المواد اللي صنعت داخل الخلية إلى خارجها.
هذا السلايد يوضح لي الفرق ما بين الاندوسايتوزيس والاكزوسايتوزيس، وجدا مهم، والرسم يحفظ، تعريفه يحفظ، ممكن يجي بشكل تعريف، ممكن يجي بشكل رسم، ممكن يجي بشكل مقارنة. ممكن أقول لك قارن بالرسم، يعني ترسم لي هذا وترسم لي هذا، أو تقارن ياهم بالحكي. لو نشوف الاندوسايتوسيس، ايش قلنا احنا الاندوسايتوسيس؟ شوفوا الحبيبات او الدوائر موجوده خارج الخليه، وين راحت؟ راحت باتجاه السيال ممبرين. اول شغله السيال ممبرين انبعج الى الداخل، وراها دخلت المواد وتجمعت جوا. ايش صار؟ السيال ممبرين التحمت، صار شكل حويصلي، ورا ما التحمت حتنفصل وتدخل الى الداخل. هاي العمليه اسمها اندوسايتوسيس. الاكزو عكسها، الاكزو اني اقدر استفاد من ادها انه الخليه تصنع مواد وتطرحها الى الخارج. شلون؟ اول شغله شوفوا الحويصله موجوده داخل الخليه، اتجمعت بها المواد، وممكن هاي المواد هي صنعت داخل الخليه. رقم اثنين راحت باتجاه السيل ممبرين والتحمت وياها، وراها صار انفتح ثقب وبدات تطرح المواد الى الخارج. فصار عندي الابوزيشن يعني اتجاهها، بعدين ادهيرنس التصق، بعدين فيوجن التحام، وبدا يطرح الى الخارج. عكس الاندوسايتوسيس اللي هي المرحله الاولى انفاجينيشن، يعني بدات تتجه المواد باتجاه السيل ممبرينز، وراها حيصير ادهيرنس، حيصير التصاق السيل ممبرين، وراها صار فيوجن، التحمت حواف السيل ممبرين وتكونت حويصله ودخلت الى الداخل. هذا السلايد ارجع واكرر جدا مهم، جدا مهم تعرف شنو يعني اكتيف، وشنو يعني الباسيف بروسيسز، وشنو يعني الاندوسايتوسيس، وشنو يعني الاكزوسايتوسيس. جدا مهم.